blessed, not just me, but the people also in the Philippines who supported me. Woo! For the Amato family and for my family also. And for all the fans I have, I'm so thankful for them and I love you. المصممين اللي شفنا لهم مريم مجموعة جديدة كان أماتو واللي عرضها في افتتاح الدورة السابعة لأرب فاشن ويك في دبي، واحتفل خلالها بمسيرته كمصمم أزياء لمدة 25 سنة، وعرض فيها فساتينه اللي استخدم فيها الدانتيل بأكثر من ستايل، وإحنا كنا موجودين معه. My collection is titled They Will Be Done. It's a collection all about my 25th anniversary in the business. So it's like the idea. I'm getting ideas through the years, and I'm putting it in one show. وافتتح الفاشن شو بعرض صور للمجموعة قبل ما يدخلوا العارضات. ومن بعدها شفنا المودلز بشورت وفيت دريسز بألوان الباستيل وتنوع عليها التطريز وأيضا شفنا وجود الفرنجز بأكثر من قطعة. I love mixing fabrics. I love mixing embroideries. It's not just about beadings. It's all about three-dimensional embroideries and mixing fabrics. وتواجد أيضا في العرض الفساتين الكبيرة اللي تميزت بالرفلز واللايرز من الفابريك. لكن الملفت كان الهيد بيسز اللي كانوا very creative. اما الفستان اللي خطف الانظار كان الجليتري جاون اللي ميزه الكيف الطويل. It's about good and evil. Yeah. So my collection is all about this. وتعكس هالكولكشن صورة المرأة القوية اللي بيحب دائما يبرزها أماتو. Amato woman is who's not afraid to experiment. Who's not afraid to try new things, who don't believe in the trends. It's more on the personality, the character. واختتمت العرض ماي ماي اللي هي أول موديل من الفلبين تمشي بعرض أماتو بأرب فاشن ويك. I am very honored and thankful and very blessed, not just me, but the people also in the Philippines who supported me. Woo! For the Amato family and for my family also. And for all the fans I have, I'm so thankful for them and I love you. وبعيدا عن هالعرض شفنا مؤخرا تصاميمها على عدد من السيلبرتيز بحفل الفي ام ايز مثل اريانا جراندي، جاي لو وايضا كاميلا كابيو وغيرهم الكثير. Of course it's overwhelming because they're inviting you to do a piece for them for the video or to do a red carpet. It's very demanding sometimes. Yeah, but it's part of the journey. لكن في نجمة وحيدة حاب انه يصمم لها وبيكشف اسمها لترندينج. كيت بلانشيت. على فكرة أماتو راح يطلق بال 2019 جوليري لاين، واحنا اكيد بنعرف الدي ان اي تبع أماتو بالاوتفيت وبالفاشن، بس بالجوليري ما بعرف كيف حيكون نفس الشيء ولا حيسوي لنا مود جديد. انا بتوقع هاي الكولكشن راح تكون كثير كلاسي، يعني مثل تصاميمه يلي معودين عليها واللي انا صراحه كثير بحبهم. انا اتوقع انه يروح يمكن اكثر على الترندي، يمكن يستخدم احجار ملونه كثير، ممكن نشوف شويه تصاميم فانكي، يعني لازم ننتظر ونشوف. مع انه هو ما كثير بيستخدم الالوان بالاوتفيتس، يمكن يغير في يمكن.